من الأشياء اللي خلنا نركز عليها أو الأمور اللي دائما نحب خلنا نقول نشوفها أو تبرز دائما فيها نورة ما شاء الله عليك، دائما أشوفك في كل المحافل الرسمية وغير الرسمية، بتمثلين دائما الشباب، دائما أنت سند لمعظم صناع المحتوى، دائما أنت موجودة معهم. هذه عملية كبيرة ومسؤولية كبيرة، إدارة المواهب. خبريني يا نورة كيف قدرت تديرين المواهب؟ تمام، في البداية يمكن أنا جدا سعيدة أني من أوائل الإماراتيين في مجال إدارة صناع المحتوى اليوم. هذه وظيفة جدا جميلة وجديدة أيضا أنك تكون مسؤول عن الإعلاميين. طبعا. بالعكس اليوم أشوف شبابنا فيهم طاقة جدا كبيرة، صحيح، وقاعدين نوجههم، وأكاديمية الإعلام الجديد مقدمة لهم كافة أنواع الدعم وكافة أنواع اليوم التوجيه في مجال الإعلام. بالعكس أنا أشوف أن هذه فرصة جدا مميزة وجميلة أني أكون عون وسند في هذا المجال وأكون متواجدة معهم.